مهند يبقى هو هداف الدوري حتى الآن. هجوم الآن وشريف عبد الكاظم يسجل هدف جميل. أوه هدف روعة، هدف جميل لشريف عبد الكاظم بأول لمس. شريف عبد الكاظم بدخوله للمباراة يسجل هدف أول وهدف السابع مع فريق القوة الجوية خلال هذا الموسم. الله على شريف عبد الكاظم، يسدد كرة قوية على يسار حارس المرمى أمجد رحيم بعد ما اعتقد لاعبي فريق نوروز أن شريف متسلل، لكن شريف عبد الكاظم يستغل عدم وجود تغطية لمدافعي فريق نوروز. بالفعل لم يكن متسلل، لم يكن متسلل. وراية المساعد الثاني لحكم المباراة في هذا اللقاء محمد أياد 10 على 10. حلوة للمساعد الثاني، يحسب للمساعد الثاني محمد أياد التركيز في هذه اللقطة، وبالتالي شريف عبد الكاظم لم يكن متسلل ويسدد كرة قوية لا تصد ولا ترد عن طريق الحارس أمجد رحيم، وبالتالي شريف عبد الكاظم يسجل هدف أول في هذا اللقاء في مرمى نوروز. في مرمى